هذا مو معناها يفصل أو يعزل سيد سماحة السيد مقتدى الصدر، ولا بالمقابل يعزل نوري المالكي. احنا ما نقبل بهالشيء هذا، يعني لا نقبل بهذا ولا نقبل بهذا. لهذا بدنا هذا الحوار والحديث يدور بمؤتمر غير مشروط، مؤتمر للحوار الوطني الهادف. أي يعني اكو نقاط معينة تبحث وتوصل الاتفاق وتنفذ هذه الاتفاقيات. انت كنت تدعو الى حوار والى عقد مؤتمر وطني، ويبدو انه قد تمت مغادرة هذا بعد الذي يحصل. الان هنالك بيانات متسارعة، يعني انا الان امامي بيان السادة قادة الإطار التنسيقي يدعون جماهيرهم غدا الساعة 5 عند مداخل المنطقة الخضراء. تعتقد هذا سيعيد من تعقيد الأزمة؟ وتعتقد ممكن أن يحصل تصادم بين الطرفين داخل المنطقة الخضراء؟ أكيد أكيد يحصل، أكيد يحصل. لهذا أنا بصراحة أنا عبرت عن مقابلة مؤخرا، نعم، أعتقد بالشرقية، نعم، أن العملية السياسية قد وئدت بالعراق. ماكو عملية سياسية بعد، أكو فوضى، وهذه نعم. الفوضى لا تحل بهذه الطرق، أنه هذا ضد هذا وذاك ضد ذاك. هذه الفوضى تحل من خلال الحديث الهادئ ومن خلال موقف الحكماء. نعم. ما الآن أريد والله أنا جئت على مشارف المنطقة الخضراء كجهة معاكسة ومعادية لما يحصل فيها، مو صحيح. يعني سماحة السيد عمار الحكيم دعا إلى مؤتمر في مؤتمر حوار بأربيل أو بالسليمانية أعتقد، هذا مناسب خلي يروحون للسليمانية ولا أو للنجف. واليوم شفت بالفيديو يسمون نفسهم خدمة الحسين عليه السلام، هم يجي يحشون بمسألة الحوار، وقوى أخرى تحكي بمسألة الحوار، والتنسيقية تحكي بمسألة الحوار، والآخرين يحشون بمسألة الحوار. لهذا احنا يعني لن نزمت بمواقفنا، غلط التزمت. ومثل ما بديت في حديثي، ماكو جهة راح تقدر تنفرد بحكم العراق أي جهة كانت. يعني أحذرهم خاف ينزلق تفكير بعضهم، يعني إلى أنه احنا بالألفين وعشرة تدري احنا أخذوها من عندنا بالقوة، أمريكا وإيران وبعض القوى الإسلامية أخذت الحكم من عندنا، بس تنازلنا حتى لا نصل إلى هاي النتائج وعلى الصدامات والقتل والمقتول، وتنازلنا وقلنا نقبل بهالشيء هذا، وأكو استعاضة عنا، حتى الاستعاضة ما صارت بالنتيجة. لهذا الآن لا يفكر، لا تفكر جهة من الجهات مهما بلغت من قوة وجماهيرية أنه تستطيع بمفردها أن تقود العراق. هذا التاريخ علمنا هيك بهالشكل هذا. من يرفض الحوار هو يفكر بقيادة البلد، ومن يرفض التفاهم مع الآخرين والتحاجج والمحاججة مع الآخرين هو اللي يريد ينفرد بالحكم. هذا هو واضحة، ماكو غيرها. ولا ليش يعني شنو منيش خايف؟ يعني منيش خايف؟ يعني ما أنا لا مطلع إلى نصير رئيس وزراء مرة أخرى، ولا مطلع أنا أحصل وزارة، ولا إلى هم يحزنون. بس أنا أحكي الحق، أنه الإنسان الخايف من شيء ما يسوي. فلهذا واللي عنده نوايا أخرى غير مبيتة هم ما يسوي. ولهذا احنا كعراقيين آن الأوان أن نقعد مرة وأخيرة بين بعضنا البعض ونتباصر